اللي هو ضد التقاعد الجميع التقاعد ديالو هذه توحيد على التقاعد ديالو. كنشير لهذا سميتو هذا الارتيكل هذا البوند هذا هو عدو المتقاعد العسكري من نهار اللي خرج غادي يبقى في فرنسا. هذا البوند هذا هو المهم هو عدونا محدو مجمد على حسابه. دابا كنخرجوا ونناضلوا ونغوتوا رغم الشيخوخه رغم الامراض رغم الدفاع عن حوزه الوطن حتى استتبنا الامن والحمد لله، لكن همشنا واقصينا بتعسف. كنطلبوا الاحتجاج ديالنا وهو الناس المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الوقفات وهذه المسيرات لهذه الشريحات مهضومه الحقوق ويحاولوا يفندوا هذا الارتيكل هذا البوند هذا اللي هو مجمد التقاعد ديال العسكري. رغم ان الان اللي خدامين ولا اللي خرجوا تقاعد دابا حاليا راهم لاباس، ولكن واحد الوقت انتم كتشوفوا الاسعار كيفاش غاديه في جميع يعني المعيشه كلها ولات غاليه جدا شعل النار. حتى هو واحد النهار ملي غادي يوصل في السن ديالنا حنايا غادي يولي حتى هو ما غاديش تكفي ديك 6000 ولا 7000 ولا 8000 ولا حتى مليون ديال الريالات. ما شفناه اولا عدد المتقاعدين ديالنا في جهه سيسماسا اللي ديكلارات لينا بها المؤسسه الكومادرة هي 11650 المديكلارين في جهه سيسماسا اكادير، وهاد قدماء المحاربين منقسمين على جوج. كاين واحد الفئه مستافده من التقاعد اللي بادي من 2012 للفوق، هادو كيستر عليهم الله، ومن 2012 للتحت كاين اللي تيشد 1500 درهم وتيزيدوا لهم هذيك التكميليه والاعانه اللي تسميوها احنا من عندنا الاعانه هذيك الاعانه 50000 ريال في 3 شهور، لان هذيك الاعانه اللي تعطيها المؤسسه خاصك تجيب هذيك لافيشون تروبروميتريك كانك نسات كدولها بانك حررتي الصحراء وهادشي وتيطلبوا لك هذيك لافيشون تروبروميتريك. وثانيا هاد الارامل ديال وكاينين عندنا الارامل عاوتاني مفروقين على جوج، كاينه ارملات شهيد تتشد 3500 درهم، وارملات متقاعد كاينه ارملات متقاعد تتشد 22 درهم. اش غادير ليها؟ واش غتشري بها كورده تقز بها راسها؟ الوضع الاجتماعي ديال الارامل هش جدا، كاينه ارمله تتشد 22 درهم، كاينه اللي تتشد 8000، كاينه اللي تتشد 20000 ريال. وعندها الدراري معوقين وهذا الشيء، كاينين الارامل المساكن تيخدموا في المقاهي، وكاينه اللي خارجه تتبيع اللحم ديالها باش تعيش فبالاحرى خاص الدوله تشوف هذا الشيء. حنا تناديو الشعب باش يوقف معنا، لا ننادي الحكومه لا ننادي البرلمانيين، نحن نعترف بابناء الشعب لاننا نحن من الشعب ومن ابناء الشعب، وتنادي عائل البلاد. فتحيتي لك وتحيه للجميع. واش 22 درهم اش غندير لهاد المراه هذه؟ وحتى 2400 اش غندير لهاد المراه هذه؟